وقلنا المصنف قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. ما فائدة النور الذي يكون للمؤمنين وللذين يعبرون الصراط؟ ما هي الفائدة من هذا النور؟ ما هي الفائدة من هذا النور؟ نعم، يقطعون به الصراط. ولماذا قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم؟ يعني أنوار ما لا متفاوتة، بسبب التفاوت السبب في شنو؟ في الإيمان، في الأعمال الصالحة. طيب، قال المصنف والإيمان بالأنبياء والملائكة. والإيمان بالأنبياء والملائكة من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني عن الإسلام، فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، قال والإيمان بالأنبياء، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ يعني اختلف فيه العلماء إلى أقوال عديدة، لكن الإمام النجمي عليه رحمة الله يقول يعني من أعظم الفروقات بين النبي والرسول أن النبي يأتي مجددا لرسالة الرسول الذي قبله، يأتي مجددا، والرسول قال هو الذي يأتي برسالة مستقلة. وربما يكون في فروقات أخرى كثيرة، لكن يقول الإمام النجمي هذا من أعظم الفروقات، يعني النبي يأتي مجدد لرسالة رسول قبله، أما الرسول يأتي برسالة مستقلة. طيب، أول الأنبياء فيه خلاف خفيف ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، قال ولكن الراجح أن أول الأنبياء هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه خلاف خفيف وبسيط، ولكن الراجح أنه نوح عليه الصلاة والسلام. واستدل ابن كثير رحمه الله على ذلك بحديث الصحيحين من رواية أبي هريرة، وهو حديث الشفاعة الطويل، قال فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض، هكذا الحديث، أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، وآدم هو أول نبي، ونبينا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين. وكذلك كل رسول هو نبي ورسول، كل رسول جمع بين الرسالة وبين النبوة، ولكن هناك أنبياء ولا رسل، لكن كل رسول جمع بين الثنتين، بين الرسالة وبين النبوة. نؤمن بالأنبياء وبالرسل جملة، من لم نعلم أسماءهم نؤمن به، ومن علمنا أسماءهم وجاءت أسماءهم في الكتاب والسنة نؤمن بهم. وكم عدد أسماء الأنبياء والرسل التي جاءت في القرآن والسنة؟ 25 دي جاءت، لكن هم أكثر من كده. هناك حديث لكن الله أعلم بصحته في مسند الإمام أحمد وغيره، إنه يعني عدد الأنبياء فوق 1000، وعدد الرسل فوق 300، لكن الله أعلم بصحته. لكن المهم والواجب أن تؤمن بهم، وأن تؤمن بمن علمت أسماءهم تعيينا تؤمن بهم، وتؤمن برسالاتهم جملة، وتؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا، هكذا قال العلماء.
تؤمن برسالات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جملة، أن لهم رسالات جاءت من السماء آمنا بها وصدقنا بها، هذا في الجملة يكون إيمانك فيها بالجملة. أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بها شنو يا جماعة؟ تفصيلا بأحكامها التفصيلية، ولا تبغض رسولا أو نبيا من الأنبياء، فمن أبغض نبيا أو رسولا فقد كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، فإياك أن تبغض رسولا أو نبيا، كما أبغضهم سيقض قبحه الله حيثما كان وقبح أتباعه جميعا بلا استثناء، لأنه يبغض الأنبياء ويبغض الرسل، فقد أبغض سيد قط نبي الله موسى وشتمه ووصفه بأن عصب المزاج، ووصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بأنه متعجل، وصفه بأوصاف لا تليق بأي بشر عادي، ناهيك أن يكون نبيا، ناهيك أن يكون رسولا، ناهيك أن يكون من أولي العزم الخمسة من الرسل، ناهيك أن يكون كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل رجل مجرم ورجل منحرف تماما عن الدين وعن القرآن وعن السنة، وكذلك أتباعه جميعا كل الأخوان المسلمين، وهم سبب النكبة لهذه الأمة وسبب النكسة في هذه الأرض، هم جماعة الأخوان المسلمين في مصر وفي السودان وفي الخرطوم وفي مدرمان وفي كل مكان. الأخ المسلم لا يحب دين الله ويحارب الدين ويحارب التوحيد ويحارب الدعاة ويحارب الأنبياء ويحارب الرسل ويبغض الصحابة، كما أبغضهم سيد قطب أيضا، أبغض عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذا النورين الذي تزوج ببنتي رسول، يبغضه سيد قطب، بل فرح من الذين قتلوه وقال سيد قطب تعتبر ثورة، هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان ثورة أو فورة من روح الإسلام، يعني من صميم الدين ذا، دل الناس الكتل عثمان بن عفان. وأنا لا والله ما أصلا ما قادر أتصور ولا أصدق إنه ذو المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى من حزب الأخوان المسلمين، دي أنا ما قادر أفهمها أصلا. زول مستسلم لله، أنا مش قلتهم كفار لكن مجرمين ومبتدعة ومن أكابر الضلال على وجه الأرض، ده اللي أنا بقوله فوق. أنا لكن ما قادر أتصور أنا شخصيا إن زول فاهم الشهادتين وفاهم الدين وفاهم القرآن ويقول لك أنا منضم لحزب جماعة الأخوان المسلمين، دي ما بقدر أصورها أصلا. والغريب الغريب إنه في ناس عارفوا المنهج الصحيح، المنهج الصحيح هو السلفية، ما في منهج غيره صحيح، ما في ولا بزول يقدر يغالط في المسألة دي أبدا خالص، ما في خلاص. فالمهم ناس عارفوا السلفية وشموا رائحتها زي العدس ذا ومين وسجم رماد، عرفتها مبارلين لأخوان المسلمين، ده الكلام اللي بحيرنا ذاته، ده بيحيرني أكثر من سيد قطب وحسن البنا ذاتهم، لأنه ده بيكون شم ريحة السلفية قال لي شماها، برضو يباري الأخوان المسلمين، مباري ناس عبد الحي يوسف ومحشور جوا حاشر نفسه جوا شبكة المشكات وحاشر رقبته داخل قناة طيبة، ومحمد اللمين إسماعيل ذاك المبتدع وغيره من المجرمين، ديل ناس غريبين جدا. الأخوان المسلمين ديل وزعاماتهم سيد قطب وغيره بيسبوا الأنبياء بيسبوا الرسل، ديل برضو متابعينهم، وتلقاهم يخلوا سيد قطب من التكفير، وأنا الآن ما قلت كافر لكن هم يخلوا من التكفير، مع أنه وقع في كفريات أعمال كفرية وعقائد كفرية لا تحصى ولا تعد، ويكفر حكام المسلمين عن السرورية وأشباههم، ويصف حكام المسلمين بأنهم طواغيت وشجر الغرقد وصنيعة اليهود. فأغرب خلق الله فيما أعتقد جازما هم الأخوان المسلمين وأتباعهم، وأسوأ خلق الله فيما أعتقد جازما ولا شك لي بذلك هم الأخوان المسلمين وأشباههم وأزنابهم،
من الأخوان المسلمين والحزبين اللافين دي الأنصار سنة مركز وأنصار سنة إصلاح وكله دي الناس غريبين جدا، ناس طفشوا ومشوا قروا في المدينة، واحد تلقى بحضر دكتوراه 16 سنة قاعد بارك في المدينة وقابل الألباني وقابل العسيمين وبرضه جاءه مسلم، ده يسوي له شنو؟ ده يسوي له شنو؟ أنا ما أعرف ده ذاته كيف ذاته. ربنا سبحانه وتعالى أبدا ما حرمه من نعمة من النعم في الدين والدنيا، في الدنيا راكبين عربات ساكنين عمارات يصرف من ذاك الملحق ما عارف كم طاشر مليون، ومن منظمة شنو ما عارف ليه كم طاشر مليون، أمور ماشية في الدنيا. في الدين الله وداهم مدينة رسول الله قعدوا فيها 12 سنة، برضو جونا أخوان مسلمين ضالين ومبتدع، دين نافعين عليكم، دين نافعين. طيب المهم الخلاصة إنه الأخوان المسلمين شتموا الأنبياء والرسل وشتموا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهذا ينافي تماما الإيمان بالأنبياء والإيمان بالمرسلين. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة، والملائكة هم عباد مكرمون مربوبون، ومعنى مربوبون أي عباد لله عز وجل رب العالمين، لا يستحقون شيئا من العبودية ولا شيئا من الربوبية ولا شيئا من الألوهية ولا الأسماء والصفات، ولا الأسماء ولا الصفات. هؤلاء الأنبياء يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، لا يأكلون ولا يشربون. قال الإمام النجمي وقد جاءت الآثار بأنهم لا يتناكحون ولا يتزوجون، ونؤمن بهم جملة. أما عدد الملائكة، ملائكة الله عز وجل، عدد الملائكة قال فلا يعلمه إلا الله، ولكن يجب عليك أن تؤمن أن عددهم كثير جدا جدا لتؤمن بها، لكن عددهم كم ما معه، لكن تؤمن أنهم عددهم كبير جدا. قال والدليل على هذا ما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات ورأى البيت المعمور رأى أنه يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة، وهذا منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة كل يوم يدخل 70,000 ملك، وال70,000 دخلوا ديل بكرة بيدخلوا 70,000 غير بتاعينهم اليوم القبليه، وبعديه اليوم الثالث يدخل 70,000 غير اليومين الأوائل، ولا يتكرر يعني نفس 70,000 ما بيتكرر، يدخل جداد كل يوم منذ أن خلق الله الخليقة وإلى يوم القيامة. يبقى عددهم كم؟ لا يعلم، وكثير تؤمن به بأنه كثير. قال الإمام النجمي وتؤمن بهم جملة أن هناك ملائكة لله، ما زي ما قال محمد عثمان عبد البرهاني الزنديق الملحد الكافر في كتابه شراب الوصل، قال جبريل ميكال عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة رب الكون من بعض رحمتي. ده لا يمكن يكون مسلم أبدا، ما في أصل طريقة تدخله ده، ولا عذر له أبدا ولا مانع له يمنعه من الإلحاد والكفر الذي هو أكبر من كفر أبي جهل وأبي لهب وإبليس نفسه. ده المجدوع هنا في سوق الشعب الخرطوم هنا، متابعين له جماعة بنطواقي برتغالية دي خلاص، وعنده تبع كثير ومساجد فخمة تبنى بمليارات الجنيهات، طريقة كبيرة متابعه. فالملائكة عباد لله، ما عباد لمحمد عثمان عبد البرهاني ولا أي شيخ طريقة صوفي تاني كما يزعم الصوفية إطلاقا، لابد أن تؤمن أنهم عباد لله وحده لا شريك له بذلك أبدا، لابد تؤمن بهذا الأمر، يجب عليك أن تؤمن بهذا الأمر. طيب تؤمن بهم جملة، وتؤمن بمن علمت أسماءهم عينا أيضا مرة أخرى، كمن؟ جبريل وموكل بماذا؟ جبريل بالمطر
الوحي. طيب تاني ميكائيل موكل بشنو؟ ميكائيل موكل بشيئين، ما هما؟ الأرزاق وشنو يا جماعة؟ ونزول المطر. طيب بشيئين، ميكائيل بالذات موكل بشيئين، بالأرزاق وبشنو؟ وبالأمطار. طيب تاني ملك الموت وما اسمه؟ مع إسرائيل. قال الإمام النجمي ولم يصح في ذلك حديث ولا أثر، كلها ما صحيح. قال الإمام الألباني فإذا سئلت عن اسمه فقل ملك الموت، يعني قال لك اسمه ملك الموت، قل، قال لك جاوب كده، قال لك قل هو ملك الموت. والدليل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. ثاني إسرافيل موكل بماذا؟ بالنفخ بالصور. خلاص ملك الموت معه أعوان من الملائكة، يعني ما بيجي براو لقبض الروح، معه أعوان. الدليل، الدليل الحديث، أنا متأكد كلكم بتكونوا حافظينه أو عارفينه. السؤال قلنا ملك الموت لما يجي لقبض الروح معه أعوان من الملائكة، الدليل شو؟ آه فارس، نعم، فجاءت الملائكة، الشاهد إنه شنو؟ إنه فيها عدد من الملائكة جو. تاني برضه أوضح من كده، أيوة. أيوة حديث البراء ابن عازب الطويل الذي عند أبي داود وغيره، صح، والألباني في أحكام الجنائز وبدعها، فبيجوا قال فيجلس ملك الموت عند رأسه ومع الملائكة، قال شنو؟ إذا كان يعني ما صالح، كان سيء، معهم مسوح من شنو؟ من النار أو من جهنم. فالمهم فإذا خرجت الروح لم يدعوها طرفة عين في يد ملك الموت حتى يضعوها بذلك المسوح من النار، والعكس بعد ذاك المؤمن الصالح وكذا، فمعه يعني مجموعة من الملائكة. طيب ثاني، نعم، حتى إذا توفتهم رسلنا، أيوة، ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب المهم الأدلة كثيرة. تاني منو من أسماء الملائكة الذين نؤمن بهم عينا؟ مالك هو خازن النار، ورضوان هو خازن الجنة، وذكرت أسماء للملائكة أخرى، منها ما هو صحيح ومنها ما لا أعلم صحته من ضعفه. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة وهم خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.